وكان له أولاد أكبرهم الحارث. طيب نشوف أولاد عبد المطلب اللي هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أكبرهم الحارث، والحارث هو والد أبو سفيان الحارث ابن عبد المطلب، ولده اسمه أبو سفيان. وكان أبو سفيان أشبه الناس برسول الله، ولد عم الحارث ده أشبه زول ديه هو. طيب وكان في أول الأمر مشركا معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم يهجوه بالقصائد، وهذا هو الذي لما جاء وهجى النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا حسان فهاجهم واهجهم، وإن يعني شعرك فيهم لمثل النبل. وقيل إنه أبو سفيان الحارث هو اللي قال المقالة ورد عليه حسان بالقصيدة المشهورة هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وجدي لعرض محمد منكم وقاء. قال لسانيا صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. قصيدة طويلة. قيل قالت قالها حسان ردا على أبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب اللي هو ودع عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أسلم أبو سفيان بعد فتح مكة، هو وصفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو، وكانوا شديدي الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا بعد ذاك. طيب توفي أبو سفيان في حياة أبيه، قال وأسلم من أولاده الحارث ده اللي قلناه وعبيدة، عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وعبيدة استشهد في بدر، وهو الذي خرج للقتال مع حمزة وعلي ضد شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. الثلاثة ديل أولاد عم للثلاثة ديل، ديل أولاد عمه من بني عبد مناف، كويس، اللي هم عبيدة ابن الحارث وحمزة ابن عبد المطلب، عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب وحمزة ابن عبد المطلب، يبقى له شنو؟ عمه صح؟ وعلي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب بيبقى له شنو؟ أيوة حمزة عمهم الاثنين. وعبيدة كان أسن من حمزة أكبر منه، فاختلفا ضربتين هو وعتبة أو شيبة ابن ربيعة، فمات عتبة ابن ربيعة، وأما عبيد الله ابن الحارث فمكث 3 أيام بعد بدر ومات. وقيل نزلت فيه وفي من قاتل الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار إلى آخر الآية، لأنه ذلك اختصموا في التوحيد يا أخواننا، وذلك أولاد عم، هم أولاد عم. حتى لما خرجوا للمبارزة في الأول 3 من المشركين خرج إليهم 3 من الأنصار، عبد الله بن رواحة ومعه معوذ لعل ومعاذ ابن عمرو بن الجموح، فسألوا قال لهم انتوا سادة وكرام وكذا، لكن نحن دارين أولاد عمنا، عشان تعرف إنه العقيدة
تفرق بين الوالد والولد. والإنسان إذا دخل في قلب التوحيد لا يقبل بالشرك، ما بيقبل بالشرك تاني. وأهلك إذا كانوا على الشرك ما بيقبلوا بيك، وتبدأ عداوات شديدة زي ما حنشوف الآن في العداوات بين أبناء العمومة. طيب